شجرتنا شجرتنا الغاف طويل العمر. احنا اليوم بنتشرف بحيث ان احنا نزرع معاكم باذن الله تعالى شجره الغاف في المركز الدولي للزراعه والحياه. تحطون دائما بنفس التربه هاي؟ طبعا المركز الدولي هيئه بحثيه تركز على الابحاث التطبيقيه في مجال العلوم الزراعيه. الحديقة المستدامة تتكلم عن النباتات المناسبة حق البيئة اللي مثل بيئتنا، والبيئة اللي هي حارة وتعاني من تدهور في التربة، تملح في الأراضي، كيف نقدر إحنا نخليها خضرة طول السنة؟ إذا تلاحظ عمرك حتى الزهر ظاهر. إيه. نهار عشب. كم وصلت النتيجة؟ كيف استهلك النخلة؟ نحن نحكي على من 60 لتر. سعدت بلقائكم، شكرا على المجهود.